هاد المرة جانا عبد الله الكرد وهو حاب يدير بروموسيون للألبوم الجديد نتاعو. بالصح بالقيسو سومية راهم يوجدوا مقالب صحاح. مساء الخير عليكم في وسط هذه الجلسة المتميزة وسط هذا الديكور العاصمي الجميل، نستقبلوا مع بعضنا الفنان عبد الله الكرد. مرحبا بك معنا. مرحبا بك الأخت، شكرا على الاستضافة وعلى اختياركم للمكان الجميل. عبد الله، بدون إطالة عليك، عندنا فقرة في البرنامج تاعنا، هي فقرة نستضيف فيها المواهب الشابة باش نبرزوها مع الفنان تاعنا ونعطوا له فرصة باش يبان أكثر. مرحبا بك بلقيس معنا في برنامج القاعدة. مرحبا، انا كثير سعيده وفرحانه اني اكون هون في بلدي وخاصه في هذا الديكور الرائع. عندي 9 سنوات ما جيتش لهون الجزائر. A big difference. هل كانت لك فرصه ديجا وحضرتي برنامج او قاعده عاصميه؟ لا برنامج جزائري. لا. بلقيس، بحديث عن الفن الجزائري والفنانين الجزائريين، منهم فنانين مفضلين عند بلقيس ربما؟ جزائريين؟ أكيد فنانين جزائريين أو فنان جزائري هو مثل بلقيس. والله كانت في وردة، لكن هلا ما في وردة، الله يرحمها، بس هلا ما في وردة. بس وردة كانت الانطلاقة تاعها من أيضا العربي كذلك، يعني أيضا أنت تشوفي أنه الفنان الانطلاقة تاعه يعني هيدا مثال انه الفنان الجزائري ما يمكنش انه ينطلق او يواصل او يبرز حاله عالميا او عربيا من الجزائر. الفن في الجزائر ما كاش، الفنانين ما كاين والو، ما نعرف حتى واحد، ما كاين غير ورده خالد ومامي. هذا كلام بلقيس في كل الحلقات واللي هبل كاع الفنانين الجزائريين. يا رايح وين مسافر؟ تعرفيها الاغنيه؟ أكيد أكيد، لأني جزائرية. هذيك خلقت في الجزائر وطلعت من الجزائر ورامي يسمعوا فيها حاضر. لكن والله 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 اللي غناها ما بعرف اسمه رغم أني جزائرية. والله ما لما تبقى يعرفي الأغنية كأنك خارج عن الجزائر أحسن من أنك تعرفي الفنان. ما فهمت عليك. أنا ما نعرفش نظرة عربية فصح فهم يعني. هكاك الفن الجزائري واقف بالناس اللي جاعوا لهنا، وقف بناس اللي كتبوا اغاني. انت قلتها جاعوا. انت قلتها فنانين جاعوا بصح طلعوا، هذاك هو البله طلعوا، لكن الا في الجزائر. لا انت حبيتي تبداي واصله، يعني حبيتي تبداي ديريكت. لا انا كان عندي مشوار، لكن في مشوار صغير. هو المشوار هذا؟ اسمحي لي اختي ما نعرفكش. انت ما تعرفنيش يمكن، لان ابري الحصه هذه ان شاء الله روح على اليوتيوب نشوف الفيوز باش نعرف. اكيد روح على اليوتيوب، راح تكون كثير مسرور باعمالي انا اكيد. ان شاء الله بلاك نعملوا عمل مشترك يا سيدي. الجيرو ليباني مادام راكي تمثل. لا انا ما نمثلش لبنان، انا نمثل الجزائر. قضيه انتماء مش قضيه تمثيل فن. انتماء من اي لا باش تقولي انت انا وصلت لازم لبناني يغني شاوي يغني زوالي وفحل، ثم انت تكوني وصلتي. انا ما حالفنيش الحظ وباش يعني ندير البومات او نغني، لكن حالفني الحظ من جهه التمثيل اني نمثل، اني قمت باعمال يمكن محدوده لكن يعني كان عندها صدى حتى هون في الجزائر. ناس انا ما بعرفهم يعني حتى اتصلوا فيني، كانوا كثير فرحانين باعمالي. يزيدني شرف ويزيدني فخر انه بنت بلادي توصل، لكن باش تقولي لي باللي من الجزائر ما نقدروش نطلع ونقدر. لكن يمكن فتره راح تكون طويله. نعاود نقول لك عبد الله، الى عرض على عبد الله تمثيل اسكح تكون موافقه من عند عبد الله انه اخي سيارتي بليز. سيارتي ما في حارس، ما في، انا ما راح اترك سيارتي بليز. السكوتر تاعي الله يسرك. شوف فما عندنا فيلا، عندي سياره. لا السكوتر تاعي انا عندي اودي اس 4. انا عندي جالاكسي اس كار في الشيخ. راس
سوزان ميك اب بليز ميك اب بليز روحي. عبد الله الكرد شاركت في العديد من الحفلات اللي نظمهم الديوان الوطني للثقافة والإعلام. لا هو يعني حفلات الديوان الوطني للثقافة والإعلام يعني كان ينقصها شوية ميدياتيزاسيون يعني والبث الحفلات ما كانش كثير. أخي بليز يعني اسمح لي قطعتك يعني من 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 والله ما بعرف شو من وين انت اجيت وتحكي عن نفس الاعمال يعني شو يا اخوتي اعمال كبيره نحكي عليها اعمال كبيره لكن انا مس... اعمى شغل واحد اعمى نهار شاف فار ومن بعد زاد اعمى اي حاجه يحكوها له يحكيها الفار لكن انا والله العظيم ما يعني ما نفس الاعمال نفس الاعمال عم تحكي عن نفس الاعمال وعم بتقول انه الفن الجزائري كثير كبير وفن الجزائري نحن الشبان هيك والله والله ما عم بفهم شيء انت طيحي بينا لا لا والله عيب عليك لا ها؟ لا اخي لا نعاود نقولوا لك عبد الله عبد الله الى طلب منه ولا قالوا لك حط نقاط الفنانين وحط مراتب الفنانين عبد الله وين يحط المرتبه تاعه ولا النقطه تاع عبد الله في الفنانين ما نقدروش نديروا ان نوتو ايفالواسيون لنفسنا يعني وين نقدر نقول على روحي اني الحمد لله عطاني ربي موهبه فيني اسمعك غني اخي فيني اسمعك غني والله كنت راح نقول لك سمعي لا انا بدي اسمعك صوتك. لا انا بدي على شرطي لا تسمعيني انت صوتك بعد اكيد راح اسمعك صوتي ما امنتكش خلاص على بالك ليش غني لي انت يعني انا سالتك تتهرب مانيش نتهرب انا سمعني صوتك انا كنت ديماري غنيتك من الحصه وانا نغني لا سمعني صوتك يعني شويه بقى ايه شويه بقى معليش نكمل سؤال ياك معليش بعد غني لي بدي اسمع صوتك سؤالنا سمحي اختي نقولوا سؤالنا الى طلب من عبد الله قالوا له حط نقاط الفنانين وين يحط عبد الله يعني الفنان مش غير موهبه برك الفنان موهبه واخلاق لازم نوافقوا بين الموهبه وبين الاخلاق لانه يقدر الاخلاق يمدوا ان كوت بوس للموهبه بصح الموهبه يعني انا ما عنديش اخلاق شكون يهضر عليك يا بنتي لا اله الا الله سمعتي شو عم يحكي اختي كي كومبوزي لو فلاكيسيون هو سمعتوا شو كان عم يحكي انا ما عندي اخلاق شو ما عندكش اخلاق يا بنتي ما قلتش عليك مش عليك قال لك لازم الفنان يكون عنده اخلاق فهمي يا زايده ما نعرفش عربيه فصحى ما هضرتش عليك يا اختي ما هضرتش عليك نعاود سؤالي اللي مش خليني نزيد تقول الاخلاق نزيد نقصني ما تهدرش على الاخلاق نعاود الفنان الاخلاق معليش اهدر هي ما تزيدش تكوبي باسكو انت كنا الفيتي تاعي هي عندها فقره هي كنت تهدر عبد الله هي عندها فقره يا اخي عبد الله الله ماذا بين اسمع والله نعود نقولوا سؤالنا الى قالوا لعبد الله باش يحط نقاط الفنانين وراح يحط عبد الله اسمه يعني انا فنان مبتدئ وكانت عندي الفرصه ربحت في البرنامج وعندي جمهور الحمد لله الناس تحبني وتحترمني كيما نحبهم ونحترمهم والفن يا اختي الفن اخلاق وموهبه عم يحكي على الاخلاق كمان عم تحكي على الاخلاق هو عم يحكي عني انا بعرف يعني انا ما عندي اخلاق انتي ما نعرفكش درتيلي انتي حتى نظره على الاخلاق تاعك خلاص اختي تعيشي ما عندي ما نعرفكش منين جيتي كل قلت برا ما نهضرش معاك ما نعرفك بشك انك ما تحكي معي كيف بشك انك ما تحكي معي علاه شكون انتي يا اختي انت بتعرف منيح شو انا شو بكون بدك تصغرني كيفاه بدك تصغرني لا يا خويتي انا جيت ندير حصه على روحي اون بروموسيون بوغ موا بوغ مون البوم ان كونتاكت افيك البوبليك تاعي ما نعرفك ما تعرفني ملي جاي عندي نيه معاك قبيله هضرتي قلتي الفن في الجزائر من الجزائر انا ما نحبش نهضر على بلادي برك هذا المكان ما عجبكش الحال روحي لبيروت غني وديري مثلي وديري ماكا ديري واش تحبي عملت كل شيء انا ببيروت انا عملت كل شيء ايه ما خليتي حتى حاجه ما درتيهاش اصلا يعني يعطيك الصحه نشجعك
ميرسي. الله يسلمك. هيا عطينا سؤال وزرت ما نهدرش على الاخلاق، نهضر نهضر على انا مش نتربى. روح عبد الله نعاودوا نولوا نحكوا على الالبوم الجديد البوم 2014 وش راح يكون في هذا الالبوم؟ فيه يعني قرابه 60 دقيقه. 60 دقيقه غناء؟ اما ما في توقف؟ في توقف. اوكي صح نقول لك بيت فريتنا روحي انت اقعدي برا يا خويا ما زهيد عيت. واش بك يا الكرد؟ وقيلة بلقيس قدرت تتأثر عليك. أروح أروح سيتفلي عبد الله سيتفلي. تعيش عبد الله عبد الله تعيش. شو بدك حبيتي يا دكتور؟ تعيش عبد الله عبد الله بالحديث عن الألبوم والغنية اللي حتميز الألبوم. اسكو البرنامج قاعدة حتكون لنا فرصة باش نسمعوا شوية من هذا الألبوم ولو مقطع صغير من ألبومك من الأغنية؟ والله نسمعك يعني ل وكلمات مدام لا لا مدام في العاصمة وفي هذا الديكور يعني الجميل متميز. حبيت لو بعدين المخرج يعمل مونتاج ولا نغني حاجة في العاصمة ولا حرمت بك نعاسي يا أميرة الريال وبحت بك ناسي وصرت لك هولا. عبد الله حبيبين في لافام باللي ما كاين والو بصح فقنا له والله غير راهو يغلي من الداخل وكان حاب يقتل بلقيس. عبد الله راحت اي راحت سيلو عبد الله بالحديث عن البوم 2014 ربما راح تكون البرنامج القاعده فرصه باش نسمعوا اول اغنيه من الالبوم نقدروا نختموا بها البرنامج نسمعوا مقطع. حرمت بك نعاسي يا أميرة الريال عبد الله شكرا على المشاركة معك في حصة زد نحكي معك ما تحشمي ولك يشبه له ضغط العنيفة وقلت بالك كي شفت من بعد على الواضر وقال لي يا جانو يا حبيبي والله انا سعيد يعطيك الصحة عبد الله الناس والعامة بنت تحكم سيرة نحكم لك صحة رمضانكم وكل عام وانتم بخير.